الحملة التشجيعية للانتخابات والتي تنطلق مع بداية شهر محرم الحرام، والتي نأمل فيها أن يتسابق المؤمنون للترشيح للمجلس الإدارة لكي نكمل ما بدأته الإدارة الحالية والإدارات السابقة، ونسعى للنهوض بهذه المؤسسة التي تعتبر أهم مؤسسات القرية فلنعلن النفير العام ولنسعى للدخول أو تشجيع من نراه مناسبا للدخول في مجلس الإدارة ليكون ذلك مساهمة منا في خدمة هذا الصرح العظيم. في الختام، فلنجند أنفسنا لخدمة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ولنمهد الطريق إلى ظهوره، ولنجعل أصداء حديث الإمام الحسين عليه السلام ترن في مسامعنا دائما حين سئل عليه السلام هل ولد المهدي عجل الله فرجه، فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.